مواطن يسكن كربلاء تعامل وفق لوائح قانونية مع مديرية الشرطة داخل المحافظة لتزويدهم بالقرطاسية والكتب والتصوير في بعض الأحيان حسب كتب رسمية يذكر فيها ما تم شراءه منه ليتم دفع ما عليهم من ديون، لكن المبلغ وصل الآن إلى أكثر من 94 مليون دينار عراقي، إلا أنه منذ عام 2009 لم يحصد سوى خيبة الأمل. عندنا عقد ويا مديريه شرطه كربلاء بتجهيزها بالقرطاسيه. كنت اجهزهم بعد ما اجراء المعامله الاصوليه يصرفوا لي المبلغ. ففتره تاخرت المعاملات بالمديريه تاخرت تراكم المبلغ وصل تقريبا 150 مليون. بعدين المديريه بدات تماطل بصرف المبلغ. بعد ان عجزت عن المطالبه به استشاريت قانوني قالوا قيم دعوه على مديريه الشرطه. قمت دعوة محكمة بداءة كربلاء. بعد مرافعات وتبليغ للمديرية وحضور وكذا صدر القرار بصرف المبلغ مع فوائد تأخيرية وأتعاب محاماة. هذا الحكي القرار رقم 1104 في 24/7/2009. اتصلنا بمديرية الشرطة للاستعلام عن ذلك، لكنهم رفضوا التعليق ليتصلوا بنا مرة ثانية راغبين بالحديث عن الموضوع. وعندما اطلعوا على التفاصيل رفضوا التعليق مرة أخرى ليتركوا الأمر في مجرى القضاء العراقي. أنا من خلالكم أطالب السيد رئيس الوزراء وطالب السيد وزير الداخلية الأستاذ الغانمي على صرف مستحقاتي من خلال قناتكم الموقرة، يتوصلون صوتي إلى وزير الداخلية أو إلى رئيس الوزراء أنه بس أريد أعرف من المقصر، من المقصر. أنا أريد مستحقاتي، يعني أنا المبلغ أولاً مو هين، بعدين صار له 12 سنة، أنا لو مستفاد منه بذاك الوقت. على كل إن هذا اللي عندي أكثر ما أقدر. تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه يحتاج إلى قيادة حكيمة ووعود صادقة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الكربلائي. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.